قراءة في صحف آسيا ونستهلها من الصين، حيث أفادت صحيفة بيبل دايلي أنه من المقرر أن ينطلق اليوم الاجتماع 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مدينة كومي جنوب الصين، ومن المتوقع أن يرسم الاجتماع مخططا للحفاظ على التنوع البيولوجي في المستقبل. وذكرت الصحيفة أنه في كلمته خلال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد الرئيس الصيني التأكيد على أهداف الصين الخاصة بذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحياد الكربوني. وفي موضوع آخر، كتبت جلوبال تايمز أن زعيمة منطقة تايوان تاي إينغ وين ألقت خطابا أمسي استخدمت فيه لغة تحريضية لخلق صورة عن تايوان على أنها تقف عند خط الدفاع الأول عن الديمقراطية ضد الاستبداد. واعتبرت الصحيفة أن تساي أخفت حقيقة أن محاولات إدارة الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في تايوان لتقسيم الصين أدت إلى توترات مستمرة في مضيق تايوان. وفي الهند، أفادت صحيفة هندوستان تايمز أن الهند والصين أجريتا جلسة محادثات أمسي لحل مشاكل المناوشات الحدودية في شرق منطقة لاداخ بعد تأزم الوضع منذ أكثر من 17 شهرا. وأشارت إلى أن التوترات بين البلدين تصاعدت منذ الاشتباكات التي وقعت في يونيو 2020 والتي أدت إلى مقتل 20 شخصا من الجانب الهندي وأربعة جنود في صفوف الصينيين. وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة The Indian Express أن رئيس الوزراء الهندي أجرى مع نظيره الدنماركي أثناء زيارته لنيودلهي محادثات مثمرة ركزت على توسيع التعاون في سلسلة من المجالات مثل الصحة والزراعة وإدارة المياه والتغير المناخي والطاقات المتجددة.